السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كل الأخبار يا جماعة بتقول إن أحمد رفعت حالته بتتحسن نسبيا، ربنا يرجعه لأهله سالم غانم، وياريت تدعوا له كلكم يا جماعة. نروح بقى يا جماعة لإيه؟ كلكم عارفين البطولة الودية اللي كانت هتتلعب في الامارات وبعدين اتلغت، وبعدين الاتحاد الكرة بتاعنا قال لك هننظمها في مصر. اتلغت ايه وليه وكل الملابسات؟ مضوا العقود ما مضوش العقود؟ كانوا هيمضوا العقود لما يروحوا هناك؟ كل الكلام ده احنا مش شغلنا. اللي شغلنا في الموضوع ده كله ان الكابتن حسام حسن واخد 10 لعيبة من الاهلي، واخد لعيب من الزمالك، لعيب من بيراميدز كده، تمام، مفيش مشاكل لحد دلوقتي. لكن المشكلة كلكم عرفتوا ان القرعة وقعتنا مع سيمبا. الاتحاد الكورة مدي اختيار لسيمبا الماتش يا يوم 30 يا يوم 29. طبعا سيمبا وإدارته على علم بالبطولة اللي مصر داخلة فيها اللي هتنتهي يوم 26، تمام، اللي هتنتهي يوم 26. فسيمبا قال لك لا انا هلعب الماتش يوم 29. انا مش فاهم ليه اتحاد الكوره ما تحط موعد للمباراه وخلاص، ليه انت بتدي اختيار يا 29 يا 30؟ المهم كل واحد بيلعب للي في صالحه. قال لك لا انا عايز الماتش يوم 29. طبعا يوم 29 لعيبه الاهلي هتخلص يوم 26 الساعه 11:30 بالليل، ها، عشان تبدا يوم 27 تسافر تتدرب يوم 28 وتلعب يوم 29. هل في عقل في الدنيا بيقول كده؟ ومعلش اللي هنلعبها دي واللي عمالين نجري وراها اتفشكلت في الامارات عايزين نعملها في مصر، كل ده بطولة ودية من 4 فرق، يعني بطولة ملهاش اي لازمة، بس احنا بنقول احنا هنشوف فيها الكابتن حسام حسن واختياراته الجديدة والكلام دوت وحاجة كويسة. لكن ان هي تتعارض للاهلي اللي انت واخد منه 10 لعيبة، يعني واخد فريق الاهلي كله، تتعارض مع المواعيد والاهلي رايح يلعب بطولة قارية في دور اقصائي، اللي هيتغلب هيخرج خلاص. فاحنا مش عارفين يا جماعة يعني اتحاد الكرة بيعمل ايه مع الاتحاد الافريقي، المواعيد دي ازاي، بطولة زي دي تيجي في وقت زي ده ليه؟ مش فاهم. يعني انا واحد بقى هقول لك ايه، انتوا عاملين البطوله دي وحاطينها للاهلي عشان توقعوه؟ ما هو مش كده يا جماعه، يعني لازم الاجنده الدوليه تتظبط مع البطولات الافريقيه، عشان الاهلي بيلعب في بطوله قاريه وبيلعب في دوري ابطال افريقيا. فياريت الموضوع ده يتحل. عرفنا ان مارسيل كولر كلم الكابتن حسام حسن وقال له يا ريت ماتش النهائي يبقى يوم 25، وتمنى له التوفيق ومش عارف ايه والكلام ده والكلام اللي انتوا فاهمينه ده كله. احنا عايزين نحط النقط على الحروف في الكلام ده عشان الاهلي يروح يلعب ماتشه مرتاح، لانه هيروح يلعب في سيمبا. المدرب بتاع سيمبا بيقول لك انا هفوز على الاهلي، انا هتخطى الاهلي. ليه؟ لان شايف مفرمة عمالة تفرم في الاهلي وهيودوله الاهلي مستوي بس على الاكل. فالقصة يا جماعة مش بطولة ودية وبطولة قارية، القصة ان احنا نظبط المواعيد، لان في شيء اهم من شيء. انا عندي بطولة بتاعت الاهلي اهم من بطولة المنتخب. المنتخب دي هتسفر عن ايه اصلا؟ ده بطولة ودية انت بتجرب فيها اللعيبة وبتشوف فيها انت هتعمل ايه في تصفيات كاس العالم اللي هي مضمونة اصلا. يعني الكابتن حسام حسن ما يحبكهاش بقى، عشان ايه ما تبقاش بداية الكابتن حسام حسن تخبيط مع الاهلي وادارة الاهلي. فنتمنى التوفيق ان الدنيا تتظبط والمواعيد تتظبط عشان ايه الدنيا تبقى ماشية تمام. بمناسبة الاهلي والكابتن حسام حسن، الكابتن رضا عبعال بعد ما كان عمال
حسام حسن ما بيخافش، حسام حسن مش عارف هيعمل ايه، ده لو جه المنتخب هيمشوهم على العجين ما يلخبطوش، ده مش عارف ايه. حسام حسن دلوقتي مش عاجب رضا عبعال عشان اختار 10 لعيبه من الاهلي ومختار لعيب واحد من الزمالك. اسمعوا رضا عبعال قال ايه وارجعوا لي تاني. قول لي وناصر ماهر تمام، خد اتنين يلعبوا كوره، وانت شفت الماتشات اللي فاتت كلها. يعني ناصر ماهر افضل من قفشه مثلا؟ الاثنين قفشه وناصر ماهر. ايوه افضل من الخمسه اللي هو واخدهم في نص الملعب. اه هو اكرم توفيق بيعمل ايه؟ ما بيعملش، ده كلها مسرعه، بيلعب مسرعه. بس وبيلعب فترة كابتن برضه. فين؟ ده ما بيلعبوش. هو عشان ما بيلعبش بس الفترة. اهدى بس ما تخليش. اهدى عشان بس قلبك ورا بعض. طب ماشي ما تعصبش. لا 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 ما تجادلش في حاجة غلط. ما نمسكش الرق، ما نمسكش الرق، ما نمسكش بما يرضي الله. أكرم ينضم؟ محمد هاني ينضم؟ عشان بقاله فترة ما بيلعبش. أقول لك لا. وهاني بعد الماتش اللي فات اللي كان عاملها شوارع. مين البكرات اللي يلعب يا حبيبي؟ ما عندكش عمر كمان لعيب واحد بس. انت ما عندكش بكرات عشان الشحات لعبه في الحته دي يعمل لك جبهه ما حصلتش، واخد بالك؟ عد غنماتك يا جحا. لا عد لعيبتك يا اهلي. انت عايز تجامل النادي الاهلي؟ لا لا انا هجامل، انا هجامل على حسب نفسه. هو خلاص على حسب نفسه. يابا ما انا كنت بقول الكلام ده قبل ما يجي، مش هيهمه حد. اتضح. لا والله والله لا محمد هاني ينضم بعد الماتش اللي فات، ماليش دعوه بقى باي حد. ده كان عامل رقم اتنين اكرم توفيق ما انضمش، رقم كوكا وقال كلام وقال عكسه. لا اصل مصطفى شلبي لسه راجع. طب واللي لسه ما رجعش خالص وانت واجمه بدأ التجمع يا كابتن. يعني النهارده بدأ التجمع. ماشي وديك بقى الناس اللي انت عايز حقه. تعمل وتديهم القائمه الخاصه بيك يا كابتن. هو عنده بطوله صح؟ انا ياخد اللي هو عايز ياخده، وعلى الواقع هنشوف ونقدر نقيمه او نقدر نتعامل معاه. لكن انت النهارده كان مين فني؟ في لعيبه تستاهل تتاخد. ما يعني بس بس هو خلاص وجهه نظر. لا هو خلاص يعني انت النهارده اطلع يا كابتن حسام وقول معلش انا ما كنتش. مين اللي يقول معلش يا جماعه؟ مفيش حد يقدر يطلع يغلط نفسه. الضم فتوح. أيوة هو ده فتوح المفروض. طيب لان فتوح افضل افضل باك ليفت موجود. مصطفى مصطفى شلبي كان يستحق. ده انت بعد الماتش اللي فات استبعد محمد هاني وخد اكرم. وخلي بالك البطوله دي عندك انت مش هتتحاسب عليها. انت المفروض انت بتشوف بعض اللاعبين. يعني انت لما بتتكلم انت بتتكلم على القائمه دي ما ينقصهاش الا صلاح. انا بكلمك ما ينقصهاش الا صلاح يا جدع. لكن رمضان كريم. طيب ماشي قلنا هنقول الكلمتين وهنمشي. اتفضل. يعني انت مثلا بعد الماتش اللي فات ده عدل ربنا استبعد محمد هاني وضم مصطفى شلبي اللي هو كان هم مقتنعين بيه انه افضل ظهير ايمن في مصر يا جدع. حبيبي ماشي. لا انت لو بتتكلم كوره بقى بتتكلم ان احنا يعني كنا يعني بنتوسم فيك العدل ومفيش حد هياثر عليك ولا انت هتبقى انت مين اللي يستاهل في الزمالك يروح الفتره دي للمنتخب؟ احمد فتوح ماشي اوكي. ما خدوش ماشي وناصر ماهر. طيب ما فيش تجربات جايه. ادي الكابتن رضا عبعال. ارجعوا بقى للفيديوهات القديمه وشوفوا رضا عبعال كان بيقول ايه على الكابتن حسام حسن. دلوقتي هو كان لازم ياخد فتوح وكان لازم ياخد ناصر ماهر، ودلوقتي محمد هاني وحش واكرم توفيق وحش، ده بيلعب مصارعه. انت مالك يا عم؟ بيلعب مصارعه ولا بيلعب باليه حتى؟ انت مالك؟ هو انت الراجل ده اللي اختار اللعيبه دي هو اللي هيتسال ولا انت؟ وتبص تلاقيه عمال يتخانق في القناه ومحمد فاروق يقول له بس، يقول له ده ايه؟ انا مش فاهم الناس دي. عليا النعمه وسمه عار للاعلام المصري الرياضي. انا مش عارف القنوات دي معموله ليه اصلا. اتفرجوا كده على القناة، قناة ما بتقدمش أي شيء أصلاً. بتقدم إيه؟ كلها زعيق وشتيمة ويعمل في ده ويسوي في ده. هو ده الإعلام بتاعنا بقى، إعلام الهجاصين. إعلام المصري بقى إعلام هجاصين. على شاكلة رضا عبعال ومحمد فاروق وإسلام صادق وغيره. فهمتوا يا جماعة؟ نروح بقى لايه؟ للمصيبه الاكبر، واتحاد الكوره ولجنه التحكيم والفجر اللي في لجنه التحكيم. كابتن محمد فاروق اللي هو نائب رئيس لجنه الحكام اللي هو بيريرا، النائب بتاعه محمد فاروق، محمد فاروق طالع يقول لك الاهلي ملوش حق يحتاج. ليه يا عم الكابتن؟ قال لك اصل الكوره اصلا اوفسايد. طب مين اللي قال انها اوفسايد؟ انت؟ طب الحنفي ليه ما عملش الخطوط وقال انها اوفسايد؟
طب ما فيش لا بتاع راية رفع ولا الفار قال انها اوفسايد، والبنا يقول لك ان ايده في جنبه من قبل ما يشوفها حتى، بيقول لك لا ده ايده في جنبه، راحوا للفار، الفار قال له كونفيرت يا كابتن ضربه مرمى، مساعد الفار قال له عيد عليها يا كابتن. ده الكلام ده اللي متسرب من القاهره 24، المحادثه اللي بين الحكم والفار القاهره 24 سربته، قال له يا كابتن ارجع للكوره، الكوره فيها لمسه يد، راح الحنفي قال له لا كونفيرت يا كابتن العب ضربه مرمى. بعد كده البنا قال له هي فيها اوفسايد، قال له احنا ما شفناش اوفسايد. المهم ان الكلام ده كله واللعب شغال، فخلاص الكره عدت واللعب مشي والدنيا باظت ومش مهم. المهم ان الحنفي يعمل اللي هو قاعد على الفار عشانه، ان هو ما يديش الاهلي حقه. الاهلي من اسوأ المطوشه اللي لعبها ويتغلب 70 مش 4، بس انت اديله حقه. هو يا عم يتغلب 15-4 اديله البيلين بتاعه وسيبه يتغلب. كولر لما طلع في المؤتمر الصحفي ما جابش سيرة التحكيم، لانه كولر شايف ان خطأه هو الاكبر، كونه ان لاعب لعيب مش في مكانه ويجرب في ماتش زي ده والدنيا فكت خالص كده. فهو الراجل اعترف قالك انا غلطت، وعمر كمال عبد الواحد ما يلعبش في المركز دوت، وانا شيل الخسارة. جميل جدا ان انت اعترفت، انت جربت وخلاص والدنيا فكت يا عم، وماتش وراح لحاله مش مشكلة، انت راجل جايب 7 بطولات. وبعدين لسه الاهلي دي اول هزيمة، يعني دي اول هزيمة للاهلي، فالموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص بالنسبة للموضوع ده، بس لازم احنا نسلط الضوء عليه عشان كولر يفوق، ما ينفعش. لكن تيجي انت ضرب الجزاء تقول لي لا هو الاهلي ملوش حق يحتاج عشان اوفسايد، لا ده الاهلي هيحتاج، والاهلي طالب سماع المحادثه بتاعه الفار والحكم عشان يشوف هو هيبدا يعمل ايه قانونيا. اسمعوا الحته دي بتاعه قناه النادي الاهلي لما كانوا بيتكلموا في الموضوع ده، ونرجع لبعض تاني. ركله الجزاء والراجل هنا ما رفعش علشان الناس اللي بتقول الكره فيها تسلل، والكلام اللي اتقال النهارده سعيد، لا الكلام اللي اتقال النهارده ده يعني كلام، يعني خليني بقى اتكلم بقى بكل وضوح شويه مع لجنه الحكام ومع اتحاد الكوره. انا من هنا يا كابتن اسامه بطالب لجنه الحكام على الهواء مباشره بنشر محادثه الفار اللي ما بين الكابتن محمود البنا والكابتن محمد الحنفي، ولو مش هتنشرها لكل وسائل الاعلام زي ما كان بيحصل قبل كده، ادعوا مدير الكوره في النادي الاهلي، وادعي كمان مدير الكوره في نادي البنك الاهلي، واعرض عليهم المحادثه ماذا دار في غرفه الفار ما بين محمد الحنفي ومحمود البنا. لان الكلام ده النهارده اذا الاهلي عرف بالظبط ايه اللي دار في غرفه الفار هيكون ليه رد فعل قوي جدا يا كابتن اسامه على اللي هيحصل الفتره الجايه، لان الخطا اللي حصل في مباراه الاهلي والبنك الاهلي في اللعبه دي تحديدا ان دل على شيء بيدل ان لا في لجنه حكام، لا في اتحاد كوره، لا في تدريبات عمليه. غرفه الفار بتضر بالاهواء يا جماعه، فكره ان الكابتن محمد الحنفي يقول له لا كونفيرم كمل مفيش ركله جزاء، وبعد كده اسمع ويوصل لي انه طب انت شيكت على التسلل؟ قال له لا ما شيكتش على التسلل. قال له طب بص على اللعبه تاني، شاف اللعب قال له لا استنى ده فيها لمسه يد. قال له طب التسلل؟ قال له ما انا ما شيكتش، وكل ده واللعب استؤنف. يعني انت اصلا كمان انتوا بروتوكول الفار مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. ويطلع النهارده الكابتن محمد فاروق يقول لك اللعبه تسلل. انا بعد تصريحات الكابتن محمد فاروق على الهواء مباشره اهو من هنا من قناه النادي الاهلي بنطلب ان يكون في شفافيه، بنطلب ان لو حتى مش هتنشر المحادثه وماذا دار في غرفه الفار لكل وسائل الاعلام، اعمل دعوه لمدير الكره في النادي الاهلي ومدير الكره في البنك الاهلي زي ما بيحصل في الدوري السعودي وغير زي ما بيحصل في الدوري الانجليزي، واعرض عليهم ماذا دار في المحادثه ما بين البنا والحنفي، لان المحادثه اللي بين الاثنين في الغرفه لو اتسمع بشكل كويس والطرفين سمعوا اللي اتقال اعتقد فيها استقاله للجنه الحكام، وهيبقى فيها رد فعل قوي جدا لاتحاد الكره. يا كابتن اسامه كلاتنبرج مش كان بيعمل كده؟ كان بيعمل. ادي يا جماعه الاهلي بيقول لك احنا عايزين نسمع المحادثه بتاعه الفار عشان الاهلي هيبقى ليه رد فعل قوي جدا.
ها، وهيبقى فيها استقالة لجنة الحكام، واتحاد الكرة هيبقى موقفه سيء جدا لانه لا بيحل ولا بيربط. بقول لك انت مش عايز تشيرها او تذيعها للاعلام، مدير الكرة في النادي الاهلي ومدير الكرة في البنك الاهلي يروحوا ويسمعوا المحادثة، لان بعديها هيترتب عليها حاجات كتيرة جدا. فهمتوا يا جماعة الدنيا ماشية فين وراحة فين؟ احنا شغلنا الشاغل في لجنة الحكام، يعني لجنة لا عارفين يقعدوا على الفار ولا عارفين يشوفوا شغلهم على الفار. راجل بيقول له شفتوا الاوفسايد، بيقول له لا انا ما شفتش اوفسايد، واللعب شغال ومشى وقال له لا كمل لعب والعب ضربة مرمى كونفيرت يا كابتن. ده الكلام ده اللي سربته القاهرة 24. ادي يا جماعة التحكيم اللي كان عايز يحكم نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك، هي الدنيا كانت مرسومة كده، فقالوا لك خلاص بقى هو ما اداناش الفرصة نضيع منه الكاس فاحنا هنضيع منه الدوري، هي ماشية كده. والاهلي ما خدش قراراته ووقف للمخطط ده الدوري هيضيع. وبقى اسمعوا مني وهفكركم، الاهلي لو ما وقفش للمخطط ده الدوري هيضيع. شكرا لكم يا جماعة، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.